الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن قولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأغنيت فقرنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك ويدافع نقمك اللهم لك الحمد مثل ما نقول ولك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد بكل نعمة أنعمتها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو شاهد أو غائب لك الحمد يا ذا الفضل العظيم لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام ولك الحمد كما علمتنا الحكمة والقرآن صدق الله العظيم صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله الذي أرسله إلى الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم التواب الكريم الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لشدته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المآب صدق من لم يزل جليلا صدق حسبنا به كفيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي الآخرة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فألقاه في النار اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أعليت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أحسن كتبك نظاما وأفصحها بيانا وأبينها حلالا وحراما فيه وعد ووعيد وزجر وتهديد أسألك يا مولانا يا ذا الفضل العظيم أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم يا ذا الفضل العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وإنا على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما ألزم وأوجب غير جاحدين آمنا بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت نسألك يا مولانا أن تقبضنا على ذلك اللهم توفنا مؤمنين بك وبرسولك وكتابك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن هؤلاء عبيدك حضروا ختم كتابك وتعرضوا لثوابك وأناخوا مطاياهم ببابك اللهم لا تطردنا عن جنابك اللهم لا تطردنا عن جنابك ولا تعرضنا لسخطك ولا لعقابك اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين إن طردتنا فمن يؤوينا وإن أبعدتنا فمن يدنينا ليس لنا رب سواك فندعوه وليس لنا إله غيرك فندعوه
سواك فنرجوه، عبيدك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك. تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت يديك فأعطيت فلك الحمد. وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، وتقبل التوبة وتقبل التوبة وتقبل التوبة، وتغسل الحوبة، وتستر العيب، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم. ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا سامع الشكوى، ويا كاشف البلوى، ويا منتهى كل نجوى، يا منقذ الغرقى، ويا منجي الهلكى. يا ربنا ويا خالقنا، نسألك في ليلتنا هذه وفي مقامنا هذا أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وأسكننا الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أحق من عبد، وأنت أحق من ذكر، وأنت أعظم من ابتغي، وأنت أرأف من ملك، وأنت أجود من سئل، وأنت أوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هانك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع يا ربنا فتشكر، وتعصى يا ربنا فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآجال ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت. الحكم حكمك، والعبد عبدك، والأمر أمرك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك يا مولانا، يا من أشرقت بنور وجهه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائف الذليل، ونتضرع إليك تضرع الخائف الوجل الضرير. نسألك سؤال من خضعت لك رقبته، وسجدت لك جبهته، ورغم لك أنفه، وسالت لك عبرته. نسألك مولانا ألا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تعذبنا بنارك فنحن ضعفاء لا نقوى على عذابك فلا تعذبنا. اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر، وأظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وبيض وجوهنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثبت أقدامنا، وألهمنا حجتنا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع عمرنا. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك يقينا صادقا وإيمانا كاملا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياءهم والأموات، إنك مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دورا خيرا من دورهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وجازهم إلهنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل قبورهم نورا، اللهم اجعل قبورهم نورا وآنسهم في وحشتهم يا ذا الجلال والإكرام. وارحمنا إلهنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا ليس لنا أنيس سواك. نسألك ربنا أن تجيرنا من الموت وشدته ومن القبر وظلمته ومن القبر وضمته ومن البعث وكربته ومن الصراط وزلته ومن الصراط وزلته. اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد. اللهم إنك تعلم كم من نعمة أنعمتها علينا قل لك شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل شكرنا عند نعمائه فلم يحرمنا، ويا من قل صبرنا عند بلائه فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. نسألك إلهنا كما سترت علينا في الدنيا غدراتنا وفجراتنا، نسألك كما سترت علينا ذنوبنا، نسألك أن تتم علينا سترك يوم لقاك. اللهم أتم علينا سترك يوم لقاك، وأبدل سيئاتنا حسنات بفضلك وكرمك ومنك وجودك يا ذا الفضل العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقبلت قيامه وأسعدته بعبادتك فاستعد لما أمامه. اللهم اجعل شهرنا هذا شاهدا لنا عندك يوم القيامة، اللهم اجعله في صحائف أعمالنا نورا. اللهم اجعلنا ممن وفقته لصيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه، واجعلنا ممن وفقتهم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فأسعدتهم
بالجزاء الجزيل يا ذا الفضل العظيم. اللهم نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحساب يا من لا يخلف وعده ولا يهزم جنده نسألك يا ذا القول العظيم نسألك يا ذا الحول والقوة والبطش الشديد نسألك إله العزة ربنا وخالقنا أن تجعل شهرنا هذا فيه عز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين وارحم أولياءك المستضعفين وارحم أولياءك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا ذا الفضل العظيم. اللهم رد غائبهم اللهم رد غائبهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم واجمع شملهم وارفع رايتهم. اللهم وارحم أراملهم وارحم سكاناهم وارحم أيتامهم وأنت نعم المولى ونعم النصير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأنزل على أعدائك وأعداء المسلمين رجزك الأليم وبطشك الشديد وعذابك الأليم. اللهم أنزل على أعدائنا بطشك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم عذابك بياتا وهم نائمون وأنزله عليهم ضحى وهم يلعبون. اللهم أنزل عليهم فجاءة نقمتك واللهم ارفع عنهم عافيتك. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا من لا يعجزه شيء ويا من لا يخفى عليه شيء. اللهم إنا ندرع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا واجعلهم غنيمة للمسلمين بعزتك وقدرتك يا ذا الفضل العظيم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل دائرة السوء عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة. اللهم لا تجعل هذا الشهر آخر عهدنا به. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وسنين مديدة في عمل صالح موفق سديد يا ذا الفضل العظيم. اللهم من أحييته إلى عام آخر فأحيه غير مفتون على الإيمان يا ذا الفضل العظيم. ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم لين بها ألسنتنا وثبت بها قلوبنا وارفع بها عندك حجتنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم إنك تعلم حاجتنا وتعلم سؤلنا يا من يعلم خائنة الأعين ولا تخفي الصدور. اللهم أعطنا سؤلنا وبلغنا من الخير آمالنا